هنعرف اكتر عن ال 11 موقع المخصصين لاقامه مناطق صناعيه حاره من دكتور فرج عبد الله استاذ الاقتصاد. دكتور فرج صباح الخير. صباح الخير وسعاده على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور، عايزين نعرف من حضرتك ايه الاشتراطات التخطيطيه لبناء ال 11 موقع علشان يبقوا مناطق صناعيه حره. بكل تاكيد يعني احنا بنتكلم على توجه للدوله لتعميق التصدير وتعميق التصنيع المخصص للانتاج المحلي وتوجيهه للسوق العالمي. ويمكن ده نستشهد عليه ب يعني كلام القياده السياسيه والسيد الرئيس انه من المهم جدا ان احنا نعمق الصناعه محليا ونعمل على ايجاد حل فوري وجذري لعمليه التصدير والاكتفاء. عشان كده جاء في هذا الاطار توجه الحكومه بانشاء المناطق الاقتصاديه والمناطق الصناعيه بالتحديد. عشان نعمق الصناعه بالتحديد في اكثر من 152 منتج المفروض ان الحكومه عاكفه على زياده الصناعه وتعميق الصناعه في هذه المنتجات. نعم. الاشتراطات دايما بتكون محفزه للمستثمرين المحليين ودايما بتحط بعض الاجراءات اللي بتعزز من تكامل ما بين الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي. او بكل بساطه انه بيدي فرصه للمصنعين المحليين الحاليين ان هم يتوسعوا بشكل افضل في السوق المحليه ويدخلوا معاهم كمان مستثمرين دوليين بهدف تعميق التكنولوجيا وتعميق النو هاو او الكيفيه اللي ممكن نصنع بها منتجات ما تكونش موجوده عندنا او ممكن تكون موجوده عندنا ولكن بشكل مش عميق، وبالتالي بنستهدف تعميقها وبنستهدف ان هي تنتج بعد كده تصدر او تغطي جزء من الواردات اللي كانت ممكن تكون موجوده. يمكن من الأمر الملفت في هذا الخبر أيضا يا دكتور فرج هو التوزيع الجغرافي لهذه المناطق الجديدة المقترحة، يعني احنا بنتكلم على العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، بني سويف الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاصمة، طيبة الجديدة، يعني العدد كبير والتوزيع الجغرافي الحقيقة تم اختياره بعناية شديدة. سؤالي لحضرتك أهمية هذا التوزيع الجغرافي ان هو يكون منتشر في المناطق المختلفة في مصر للاستفادة خلينا نقول من المناطق المميزة أو من الصناعات المميزة في كل منطقة، إزاي بيكون عنصر من عناصر نجاح هذا التخطيط؟ الحقيقة سؤال حضرتك مهم جدا الحقيقة، عشان كده ده بيدي انديكيتور أو مؤشر لحجم الأعمال اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت، أو بمعنى أو بشكل أبسط إحنا عندنا حصل نوع من التوسع الأفقي في معدلات التنمية اللي حصل زي ما حضرتك تفضلت إنه 11 منطقة أو أكثر من 11 موقع تم اختيارهم بناء على التوزيع الديموغرافي المستهدف خلال الفترة اللي جاية. ارتباط هذه المواقع بشبكة الطرق وشبكة المواني الجافة والبحرية اللي موجودة وممتدة على البحر الأحمر أو البحر المتوسط بيدي فرصة أكثر لأنه هذه المناطق تكون أو تتمتع بالاستدامة، أنه مش فقط أن أنا هعمل منطقة صناعية أو مجمع صناعي كبير بيضم عدد من الصناعات، ولكن باخد في الاعتبار التوزيع الديموغرافي للسكان اللي ممكن يكونوا موجودين بعد كده، باخد في اعتبار تعزيز القدرات من البنيه التحتيه اللي تمت بالفعل ودخلت الخدمه خلال الفتره اللي فاتت. عشان كده انا من وجهه نظري انه ده بيعمل نوع من التكامل ونوع من التكامل القطاعي اللي موجود في كل قطاع من قطاعات الصناعه. ده بيستهدف بشكل اساسي انه يعمق فكرة التصنيع ويدي فرصة ان المصنعين نفسهم يشوفوا بعض ويشوفوا المنتجات اللي موجودة وبالتالي يلجأوا ان هم يستخدموا المنتج المحلي كمكون من ضمن المكونات الصناعية. تمام، بنشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل المهمة عن هذا القطاع الحيوي للغاية، بنتحدث عن الصناعة المصرية وبالتالي التصدير ايضا. دكتور فرج عبد الله استاذ الاقتصاد، شكرا ليك على وجودك معنا عبر الهاتف.